منحت المؤسسة البابوية التربوية التابعة للفاتيكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسام رجل الإنسانية، وذلك خلال احتفال أقيم في قصر الإمارات في أبو ظبي. تسلم الوسام نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة من نيافة الكاردينال جوزيبي فيرسالدي رئيس المؤسسة البابوية التربوية عميد التعليم الكاثوليكي في العالم وزير تربية الفاتيكان بحضور سفراء الدول المعتمدين لدى دولة الإمارات. ويأتي منح سمو الوسام عرفانا وتقديرا لدعم سموه المستمر وجهوده الخيرة في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي، وتكريما لدور سموه في تعزيز قيم السلام والتعايش. أريدكم تتذكرون كلمة وحكمة، الوقت هذا سيمضي، الوقت هذا سيمضي، لكن يحتاج إلى صبر شوي. ولا تشلون هم. لا تشلون هم، عبارة تخطت حدود الوطن، غيرت مفاهيم التضامن بين الدول، فأصبحت نموذجا عالميا رائدا يقوده رجل الإنسانية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. إنسانية سموه لا تفرق بين دين ولا عرق، فجائحة كوفيد-19 كانت خير دليل على ذلك. ففي وقت تلجأ فيه الدول لتخفيف نفقاتها واقتصارها على الضروريات، فتح ولي عهد أبوظبي خزائن دولته وجعلها عابرة للقارات، وهدفها الإنسانية بالدرجة الأولى عبر مبادرة سموه الكبيرة في تأمين الإمدادات الطبية لأكثر من 135 دولة حول العالم ومساعدتها في مواجهة الوباء. هذا الفعل الأصيل يضيء نور المجتمعات ويسعد الشعوب ويخفف من أوجاع المتضررين عبر الوصول إلى أقصى بقاع الأرض، فلم تمثل المسافات البعيدة عائقا أمام وصول هذه المساعدات، ما يعكس نبل سموه والحرص على إغاثة المحتاجين مهما كانت التحديات. وكانت لسموه مواقف مشرفة لحل القضايا الإنسانية والعالمية، وله مبادرات ريادية فريدة لخدمة البشرية والمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة. كيف لا، وسموه هو الذي تخرج من مدرسة زايد الخير الذي كانت أياديه البيضاء تداوي الجراح في كل مكان، تعطي وتحنو وتساعد وتعين.